لنتفق أولاً أن الإعاقة هي إعاقة الفكر، لا يمكن اعتبار أي شيء آخر إعاقة. عندما تتوقف عن التقدم فأنت معاق، عندما يأخذك اليأس والإحباط إلى مناطق مظلمة تمنع عودتك لممارسة حياتك الطبيعية فأنت معاق. من ولد أو تعرض لحادث أو لمشاكل صحية تجعله نوعاً ما مختلف عن غيره فهذه الحالة طبيعية وكلنا معرضون لها في حياتنا، ولكن الغير طبيعي أن نشعر بالإهانة من وجود هذه المشاكل معنا. أقدارك كتبت لك أن تعيش حياتك بهذه الطريقة، ولربما هي من أعطتك أشياء أخرى تختص بها، تتوهج بها، تتميز بها. فلا تقتل النعم التي وهبت لك من أجل فقدانك شيئا بسيطا. نعم، الشيء الذي تعتبره كبيرا هو بسيط، وأولئك الذين استطاعوا أن يزرعوا بمخيلتك أنه كنز مفقود عظيم فليلتفتوا إلى أنفسهم أولا قبل أن يطلقوا سهامهم وحقدهم. نوع خطير من أنواع التنمر يمارسه من يريد أن يستمد قوته من جرح وإيلام الآخرين. عليك التدرب جيدا لمواجهة مثل هكذا أشخاص مصابين بالعدوانية. وأنتم أيها المقربون من أب وأم وأخ وأخت، واجبكم قدر المستطاع الآن هو تخفيف الحمل والأعباء عن كاهلهم، لا أن تزيد الطين بلة. لا تنجرفوا خلف شعارات مريضة، ولا تمارسوا العبودية على شخص ليس له أي ذنب بهذه الحياة سوى أنه يريد أن يكون مقبولا من الآخرين. فاشعروا بهم فالسماء تنظر، وهذه فرصتكم لتضميد جراحهم والنظر للأمر بمنظار الرأفة والرحمة لمن هم أضعف منكم. ختام قولي لك أنت الذي توقعوا لك أو صنفوك بأنك بالفعل معاق، كن أقوى من توقعاتهم، كن أقوى من جبروتهم، فالحياة مستمرة والأدوار ستبدل يوما ما. فللأقدار حكاية أخرى.